جبت التسجيلات بتاع المزاد؟ حصل. لو الولد اللي اتعرفت عليه روان مع المجموعة يبقى أكيد كان ليه دور جوه المزاد. ده لازم. Otherwise you wouldn't have been at the auction. بالظبط. دي لحظة وصولك للمزاد. أيوه هو ده. هو ده اللي مثل الدور بتاع المدير الأعمال بتاع الشيخ العربي. منصور بيه. أنا لقيت سكة للعمليات الجديدة. الله عليكي وعلى جمالك، هو ده الكلام المظبوط يا كرم؟ هنشتغل بس بشرط. شرط؟ من إمتى؟ من دلوقتي. مش هقدر أشتغل غير ما نتفق الأول. نتفق على إيه بالظبط؟ زازا.